اهلا بكم من جديد. الاول بس بعتذر عن خطا في احد الاسئله باللغه العربيه. احنا كنا طبعا بنتكلم على مليار دولار ضمانات قروض ومليار دولار اخرى خفض في فوائد الديون، مش مليون دولار. يعني الحديث بالانجليزيه طبعا كان ادق بالنسبه لي، فبعتذر عن ان انا ترجمت لغتي الى مليون مش مليار. ده كان حوارنا مع ويليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية. الآن وقبل أن نستقبل ضيفنا الكريم الأستاذ الكاتب الكبير يوسف زيدان وقصته وروايته الجديدة محال، والتي كان يعني في احتفال منذ قليل بتوقيع هذه الرواية الجديدة اللي نتمنى لها النجاح، وبالفعل بدأ لها صدى موجود يعني بين القراء. هنتكلم عن السندات. كنا منذ أسابيع قليلة بدأنا فكرة، الحقيقة يعني هي الفكرة موجودة لدى أوساط اقتصادية كثيرة، لكن كنا اهتمينا بفكرة سندات المغتربين، واتكلمنا على سندات المغتربين وقلنا أن بني عليها الاقتصاد الإسرائيلي في وقت من الأوقات، وكانت أدوات إحدى أدوات بناء الاقتصاد الهندي أيضا في وقت من الأوقات، وهي السندات التي توجه ل أو توجهها الدول التي لديها عدد كبير من العاملين بالخارج لدعم اقتصادها بشكل أو بآخر، وغالبا ما تكون سندات دولارية. اتكلمنا واستمعنا إلى صوت المصريين في الخارج، ثم عقدنا مائدة حوار كان فيها عدد كبير من الاقتصاديين ومن رجال البنوك ومن المصريين في الخارج ومن عدد من رجال الاقتصاد والمصارف، اتكلموا على هذه الفكرة، طرحنا كل مزاياها وكل عيوبها، وبرضو استمعنا لصوت المصريين في الخارج اللي أكدوا اهتمامهم وحماسهم لهذه السندات. وبالفعل كان في مجموعة من قيادات المصريين في الخارج كانوا التقوا بالدكتور الجنزوري، والتقوا أيضا بأعضاء للمجلس العسكري، طرحوا عليهم أفكار مشابهة لسندات للمصريين في الخارج. الخبر السعيد الذي لدينا هو أنه بالفعل عقدت اجتماعات في حكومة الدكتور الجنزوري مع ما بين وزارة المالية وبين وزارة التعاون الدولي لإيجاد الشكل عايز أقول إيه العلمي والاقتصادي لطرح هذه السندات. وكان حوار على مدى عدد من الاجتماعات المتوالية، حوالي 4 اجتماعات مكثفة وطويلة، ما إذا كانت ستصدر سندات بالفعل أم أنها ستصدر على شكل شهادات ادخار أو شهادات استثمار زي اللي احنا عارفينها شهادات استثمار. ويبدو أن الفكرة الأرجح أصبحت اللجوء لشهادات استثمار، لأن ربما فكرة السندات وحكاية الزيرو كوبون اللي احنا كنا بنتكلم عليها قد تبدو معقدة في الترويج للمصريين في الخارج. والحقيقة مش مهم شكل الطرح، المهم أن يكون هناك طرح ما للمصريين في الخارج يمكن أن يساهموا عن طريقه بالمشاركة في عملية التنمية في مصر وفي إخراج مصر من أزمتها الاقتصادية، ولو بشكل معبري، ولو احنا محتاجين بقى زي ما بنقول قرض معبري، قرض نحاول ان احنا نخرج بيه من هذه الازمه الاقتصاديه، مش معناه ان احنا ما نقترضش، لكن بنقول ان هذا هو احد الادوات المستخدمه في عدد من الاقتصادات العالميه لمساعده الاقتصادات في الخروج من الازمه. اذا نحن نتحدث الان بعد عدد من اجتماعات دارت في وزاره الماليه وبين الماليه وبين وزاره التعاون الدولي على شهادات استثمار أو شهادات ادخار دولارية توجه للمصريين في الخارج، وقد تفتح لغير المصريين أيضا. خلوني أكون دقيقة في الكلام، أنها موجهة للمصريين في الخارج لابد من إثبات أنك مقيم في الخارج، يعني مش موجهة للمصريين داخل مصر، لكنها قد تفتح أيضا لأي حد عايز يساهم في مساعدة الاقتصاد المصري، أي حد عايز يشتري هذه السندات أو عفوا هذه الشهادات الادخار لمساندة الاقتصاد المصري، وده ممكن يكون كتير جدا من العرب الأشقاء أو غيرهم. طبعا ستصدر هذه الشهادات غالبا من البنك الأهلي المصري.
غالبا سيصدرها البنك الاهلي المصري، ولكن طبعا تضمنها الحكومه المصريه. وفي النهايه البنك الاهلي المصري هو بنك تملكه الحكومه المصريه، هو بنك حكومي وليس بنك قطاع خاص، وبالتالي وهيكون في بين الحكومه وبين البنك الاهلي المصري اتفاق اخر بكيفيه تغطيه هذه شهادات الادخار. الفايدة مش عايزة أقول لكم الرقم، لدينا الأرقام، لكن الفايدة هتكون معقولة. إحنا بنتكلم يمكن كنا طرحنا على هذه المائدة 3%، لا إحنا بنتكلم على شهادات ادخار أو شهادات استثمار على 3 سنوات، وبنتكلم على فايدة 5%. قد تطرح فايدة ولسه يا جماعة الكلام ده تحت الدراسة، لكن هذه المعلومات الأولى المبدئية التي رشحت لدينا. شهادات استثمار يصدرها البنك الأهلي المصري دولارية للمغتربين أو للمصريين في الخارج، قد تفتح لغير المصريين أيضا، فائدة 5%. ما إذا كان هيكون في جريس بيريد أو فترة سماح في الأول إن الناس مثلا ما تاخدش الفايدة في السنة الأولى، ولا لسه لم يتخذ قرار بهذا الشأن. الحد الأدنى لهذه السندات غالبا ما سيكون $1000، أو عفوا هذه الشهادات الحد الأدنى ما غالبا ما سيكون $1000. وطبعا مضاعفاتنا، عايز تشتري 1000، عايز تشتري 10، عايز تشتري مليون، عايز تشتري اللي انت عايز تشتريه، هو الحد الأدنى هيكون $1000. امتى هيكون يبدأ الترويج لهذه الشهادات؟ لسه اعتقد ان القرار النهائي هيتخذ خلال اسابيع قليله، لان طبعا العمل بها وعمل علمي دقيق. والحقيقه انا لما استمعت من الخبراء اللي كانوا حضروا هذه الاجتماعات لتفاصيل دقيقه، عرفت انها الحقيقه موضوع معقد جدا، والمفاضله بين السندات وبين شهادات الادخار اتخذت وقتا طويلا جدا. لكن في النهايه يبدو ان الارجح هو ترجيح فكره شهادات الادخار. خلونا نسمع الاستاذ صلاح يوسف، عضو اتحاد المصريين العاملين بالخارج، ولديه ايضا اعتقد اخبار سعيده اخرى. استاذ صلاح، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، تحياتي ليك يا استاذ رامي. اهلا بيك، اهلا بيك. هل لديكم معلومات اخرى غير المعلومات اللي انا قلتها حول هذه الشهادات او هذه السندات المزمع اصدارها قريبا؟ كل اللي انت قلتيه سليم، بس احنا في الاتحاد العام للمصريين في الخارج تبنى حمله مليار دولار تبرعات من المصريين في الخارج. تبرعات ولا دي تبرعات غير الشهادات الازدواجيه؟ غير الشهادات، غير الشهادات دي. التبرعات هتكون بحد ادنى $100 للفرد. والحمد لله خلال 48 ساعه الماضيه نسقت مع كل رؤساء الجاليات في اوروبا وفي الخليج هنا، وهم منتظرين تعميل الحساب. تقدري تقولي 90% من الموضوع شرف على الانتهاء المسافه الاخيره، وقبل نهايه الشهر ان شاء الله هيكون تبدا الحمله باذن الله، وان شاء الله هتاتي ثمارها وتاتي اكثر من كده باذن الله. بالنسبه للشهادات ما يهمناش في الخارج حته الفوائد، يعني عشان ما يشغلوش بالهم بيها قوي، يعني الناس عايزه تساعد وكده كده الفلوس محطوطه هنا في البنوك، هم حطوها في فلوس بلدهم. حسب تقرير البنك الدولي في 100 مدخرات المصريين في الخارج $120 مليار. الكلام ده طرحناه في المجلس وطرحناه لناس قابلناهم كتير من الرموز في مصر، وان شاء الله هيشوفوا لها حل بحيث يستقطبوا لو جزء منها حتى لو 10% في الوقت الحالي، ولكن كله مستني الانتخابات ومستني يكون في استقرار. اكيد في كميه كم من الفلوس هيرجع كبير جدا من المصريين في الخارج. بالنسبه لموضوع التبرعات، كل الجاليات على هبه الاستعداد ان في حمله من مصر هتيجي من الشخصيات العامه، هيجوا يلفوا على الجاليات هنا في منطقه الخليج، حتى لو ما كلفوش على نفسهم وجم، احنا ان شاء الله باذن الله احنا هنقوم بالمهمه والناس منتظره، والكل عايز يشارك ويمد ايد المساعده للبلد في الظروف الراهنه. يعني انا بشكر هذه الروح، بشكرك استاذ صلاح يوسف عضو اتحاد المصريين العاملين في الخارج. اذا استاذ صلاح بيتكلم على تبرعات، لكن الحكومه المصريه بتتكلم على شهادات ادخار او شهادات استثمار، علشان تكون يعني اكثر واقعيه. ربما بتبقى قلقانه شويه من موضوع التبرعات، انه يعني احنا عايزين نحسس الناس ان هم بيقرضوا الحكومه المصريه وبياخدوا فوائد وكل شيء تمام، لكي يكون لها يعني يشعر المواطن المصري ان هو بيساهم بشكل فاعل في تنمية مصر وفي اخراجها من الأزمة الاقتصادية. المهم الآن هو عملية الترويج، ويا جماعة مش كفاية ان احنا كبرنامج او كمحطة ان احنا نتبنى هذه العملية، او انا كشخص اتبنى هذه العملية، لابد من ترويج مهني فعال. يعني مؤسسات، في مؤسسات ترويج معروفة في العالم كله يجب ان تقوم بهذا الترويج. ما نقدرش نعمل الترويج
ذلك عن طريق جرايدنا المحترمة، لكن في النهاية لابد من ترويج محترم، مناقصة أو مزايدة، عفوا مناقصة بتتعمل للترويج هذه السندات. وممكن يكون الترويج ده على فكرة تيجي الشركة تقول والله أنا هقوم بعملية الترويج ببلاش، لأن إحنا ما بنروجش بس بين أفراد، إحنا بنروج ما بين مؤسسات مالية، لأن هذه المؤسسات المالية التي تتعامل مع أفراد. عشان نعمل حاجة محترمة وعلمية واقتصادية ولها جدوى، علينا أن نسعى أنها تكون تسير في هذا الخط الاقتصادي المحترم ذو الجدوى، ما يبقاش موضوع عشوائي. إذن هذا هو التفكير. أنا سعيدة جدا أن الفكرة اللي احنا طرحناها، ومش احنا بس اللي طرحناها، طرحها قبلنا المصريين في الخارج، كانت مطروحة على الحكومة المصرية من فبراير، ما عرفش إيه اللي كان معطلها، اكيد كانت مطروحه لدى ناس كتيره جدا، بس انا سعيده جدا ان فكره من اللي احنا تبنيناها يبدو انها سترى النور، واحنا الحقيقه بنحاول نتبنى افكار ذات جدوى اقتصاديه، ذات فعاليه، يكون لها وقع في الشارع، ويكون لها ايضا يعني جدوى بالنسبه للاقتصاد المصري. هنشوف اجزاء من حلقات سابقه كنا عقدناها عن هذه السندات، وبعد الفاصل نستقبل الأستاذ يوسف زيدان الروائي والكاتب المعروف، رجل لا يكتب الرواية فقط ولكن يحقق ما بين المخطوطات والمخطوطات القديمة بالذات. هنشوف بينما هو يحقق ما بين المخطوطات ماذا وجد وماذا اكتشف، وهل يقرأ الحاضر بنظرة على التاريخ أم أنه حين يقرأ التاريخ يكتشف الحاضر. نشوف جزء من حلقتنا السابقة ونستقبل الأستاذ يوسف زيدان. الحكومة المصرية محتاجة فلوس، عندها أزمة طاحنة، أزمة موارد متراجعة من كل النشاطات، أزمة عجز موازنة، التضخم شغال بشكل كبير، في احتمالات لاتجاه للدولارة. ده كله بيخلينا نفكر وماذا عن المصريين في الخارج. سألنا نفسنا، كنا قاعدين أنا وفريق البرنامج من فترة وبنسأل يا ترى الناس دي دورها ايه؟ هل دورها فقط انها ترسل بمدخراتها الى البنوك المصرية والى اهلها في مصر، ولا ممكن يكون لهم دور تاني؟ مش حملة تبرع، مش حملة بنطلب منها من العاملين بالخارج او المقيمين بالخارج اتبرعوا لسداد ديون مصر. احنا الحقيقة مش بنطلب ده، مش بنطلب التبرع لسداد ديون مصر، احنا بنطلب من الحكومة المصرية ان تصدر سندات دولارية موجهة بالذات للمصريين في الخارج. وفي مليون طريقة لإصدار هذه السندات، ممكن تبقى سندات طويلة الأجل، ممكن تبقى سندات قصيرة الأجل، ممكن تبقى سندات بنسب فايدة متفاوتة، ممكن تبقى سندات مربوطة بحوافز، ودي فكرة الحقيقة قدمها بعض المصريين في الخارج في لقاء أخير مع الدكتور الجنزوري. في أفكار كتيرة جدا، لكن ده تحرك يجب أن تقوم به الدولة، سندات موجهة للمصريين بالخارج. النهاردة بنتكلم على سندات المغتربين. في الفقه المالي الأوروبي اسمها دياسبورا بونز أو سندات الشتات، علشان أكون دقيقة في الترجمة. والشتات طبعا دي أعيدت إلى لأنها حين استخدمت بداية في الاقتصاد الإسرائيلي، منظمة سندات دولة إسرائيل، وهي إحدى أهم المنظمات الاقتصادية التي بنت اقتصاد دولة إسرائيل. طبعا اقتصاد دولة إسرائيل مختلف عننا، لأنه بيقوم أساسا على التبرعات وفكرة التعاطف مع الدولة اليهودية، وهذه السندات سجلت في البورصات الأمريكية أو البورصة الأمريكية علشان أي حد متعاطف مع فكرة قيام الكيان اليهودي أو قيام كيان دولة إسرائيل بيتبرع لها، جمعوا عن طريقها أعتقد 24 مليار دولار على مدى عدد من السنوات. الهند أيضا لديها عدد كبير من العاملين بالخارج خاصة في دول الخليج، وكانوا لديهم عدد من الأزمات الاقتصادية بدأت سنة 91، وقاموا بطرح عدد من السندات، مرة سنة 91 مرة سنة 98 على مراحل متعددة، وجمعوا عن طريقها 14 مليار دولار. استخدمت هذه السندات أيضا في لبنان، واستخدمت في سريلانكا، تستخدم في عدد من الاقتصادات في حال الأزمة
تلجأ الدولة إلى عامليها بالخارج لمساندتها. هل هذه السندات يمكن أن تصلح للعاملين المصريين بالخارج؟ هل هذه السندات تصلح للاقتصاد المصري؟ يمكن أن تدعم الاقتصاد المصري في هذه الحالة؟ ولا هي فكرة طويلة الأجل مكلفة؟ المصريين في الخارج طبعا زي ما حضرتك عارفة والشعب المصري كله عارف أنهم يعني متحمسين وعايزين يساعدوا مصر بأي شكل. وآخر تقرير طبعا كنت سمعته من كام يوم عن تحويلات المصريين في الخارج وصلت 12 مليار، فما اعتقدش يعني يبقى الموضوع يعني احنا بنتكلم في في في, في رنت معين. احنا هنعمل ايه لمصر؟ احنا بنحب مصر. وصدقيني احنا في الخارج، انا بقالي 32 سنة في باريس، مش هقول لك انا مصري من النخاع، بحب بلدي، بموت في بلدي. انا مش هتبرع بخمسة، لا انا هتبرع ب 10,000 يورو ومش عاوز منهم اي سند ولا مكتب ولا اي حاجه. ده انا هتبرع بيهم حبي لبلدي لمصر. مصر دي ادتنا كتير، انا ماشي وانا عندي 19 سنه، لكن روحي كلها في مصر. اهل مصر هي اللي عملتني وعملت اهلي. يبقى مش خساره اتبرع بحاجه بسيطه جدا لمصر. كل مصري في الخارج فخور ببلده، لمصر في الخارج. اي واحد مصري سعيد ان هو مصري. انا بفتخر وانا ماشي في الشارع مع المسؤولين الفرنساويين بقول لهم انا مصري، انا فخور بمصري، مصري ام الدنيا كلها. ده كان جزء من حلقات قضية يعني منذ عدة أسابيع أو من أسابيع قليلة عن السندات. هنواصل هذه الحملة، لكن الآن الحقيقة أنا معايا ضيف عزيز، سعيدة أن أول ظهور لي بعد الثورة يكون معانا النهاردة. هو رجل يحقق في زي ما قلت لكم قبل الفاصل في المخطوطات القديمة، فربما يقرأ الواقع، وهنشوف أيها يؤثر على أيها. هل الواقع يؤثر على التاريخ أم أن التاريخ يؤثر على الواقع؟ الدكتور يوسف زيدان أهلا بك. أهلا بيك. مبروك الأول على الرواية محال، متى ظهرت إلى الحياة؟ من أيام قليلة. تشعر أن رد فعلها أخباره إيه؟ والله هو على غير العادة، يعني على حسب ما قالوا لي في الشروق أنه تقريبا في 10,000 نسخة تم توزيعهم في أيام قليلة جدا. القراءة بعد الثورة أكثر من القراءة قبل الثورة، ولا حاسس إن ما فيش تغيير لسه؟ لولا إن القراءة زادت قبل الثورة ما كانتش الثورة قامت. لو شفنا معدلات القراءة في السنتين أو الثلاثة السابقين مباشرة على الثورة هنلاقي ظاهرة لافتة جدا، كتب من كل شكل، بصرف النظر عن إن رواية عزيزيل عملت مثلا 15-20 طبعة قبل الثورة، مش دي القضية. عصر العلم لأحمد زويل، نعم. ماذا حدث للمصريين، تاكسي عبد خالد الخميسي، أعمال علاء الأسواني، كتب التراث. كان في حالة نهم في الثلاث سنوات اللي سبقت الثورة، وبدأ لأول مرة في مصر يبقى عندنا قوائم للكتب الأعلى مبيعا، قوائم مرتبطة بحركة مالية واقتصادية، يعني المؤلف بيتحاسب على الكلام ده، هي مش كلام دعائي. بدأنا نشوف منافذ بيع الكتب بتنتشر في القاهرة بشكل كبير جدا، ديوان وألف ومكتبات الشروق والمطارات لا في. عشان كده لما قالوا ان الثورة كانت مفاجأة قلت لهم لا، كان في مقدمات كتير، وخصصت جلسة من جلسات صالون ساقية الصاوي للمقدمات الثقافية للثورة المصرية. هي كانت مفاجأة لمن لا يتابع الحال. لكن حضرتك كنت تشعر أن هناك مقدمات طبعا ثقافية واضحة، لأن بنرصد في الواقع تغيرات هائلة. التغيرات دي كان لازم تفضي إلى شيء. علشان كده يمكن زمايلنا في مكتبة اسكندرية عارفين أن يوم 27 يناير كنا في القاعة، كان يعني في اجتماع كده مع الاستاف ومدير المكتبة وكده، وقلت له على الملأ، قلت له دكتور إذا كنت على اتصال بالرئاسة قل مبارك ينحي الوزارة أو يتنحى. قلت للدكتور اسماعيل سعيدتين يوم 27 يوم الخميس ان ينحي، ارجو اذا كنت على اتصال بالرئاسه ان ينحي الوزاره او يتنحى. لانه الـ 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 البلد
إذا أصر على البقاء. وعشان كده كتبت بعديها بيوم على الفيسبوك الكلمات الثلاثون للسنوات الثلاثين، وقلت له ارحل اذهب كذا 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 كذا، لأنه كان لازم يحصل كده. ومن الغباء المستحكم ألا نستطيع أن نقرأ مفردات الواقع. احنا بننشغل بالتفاصيل، نعم، بالتدفق، نعم، ما بنشوفش البنية العامة للأحداث. البنية العامة للأحداث أحيانا تكون عكس المظنون به. مثلا الناس بقالهم شهرين ثلاثة منزعجين من الإسلاميين. نعم. لا، بالعكس، أنت غير قلق؟ دي ظاهرة صحية جدا، مش مسألة قلق. ده أنا سعيد بيها. ليه؟ لأن تخيل حضرتك ساكنة في بيت وفي أشياء بتحصل في البدروم وفي الجحور وفي الحنايا وفي وأنت مش شايفاها. طيب سلطتي أضواء قوية أو قلبتي ترتيب البيت فظهرت الأشياء دي، خلاص هتتعاملي معاها. المأزق الحقيقي لا يواجه مصر، يواجه جماعات الإسلام السياسي نفسها اللي هم الجماعتين المشهورتين. كيف ستتحمل أو ستواجه المسؤولية؟ لا، الدور اللي هتلعبه في المرحلة اللي جاية، هي قدامها أحد أمرين. أمر إنها تقترب من الشارع وتتمزج معاه، وبالتالي تفقد المسمى الإعلامي ليها أنها جماعات إسلامية، يعني تهدأ قليلا أو تتشدد. يحصل إيه مع التشدد؟ يحصل تشدد في المقابل، يعني يطلع واحد يقول لنا لو لقى واحدة لابسة مايو مش عارف هيعمل إيه، والكلام الصغير ده اللي قاله، فتاني يوم واحدة تقلع له عريانة وتطلع له على الفيسبوك. عند هي دي حركة التاريخ، ده اللي بيسموه الديالكتيك الاجتماعي أو حالة الجدل الاجتماعي الطبيعي، إنه الشيء بيفرض نقيضه. المجتمع المصري عمره ما كان مجتمع متعصب، ما ينفعش. يعني تلقائية التكوين الخاص بالشخصية المصرية ما يتقبلش ده، فلما هنشد الناحية دي لازم يحصل شد من الجهة الأخرى، فتخسر هذه الجماعات السمة المميزة ليها، أو تضطر إنها تقترب من الشارع، وهم في النهاية ما هم مصريين طبعا. وإحنا عارفين الحالة اللي أدت إلى الطفرة الإسلامية المفاجئة، وكانت متوقعة. ليه؟ زي ما أنا كتبت في مقالتي إنه المجتمعات العشوائية دي كانت بتفتقد لأدوات الضبط الرسمي والعرفي. الرسمي لأن الشرطة ما كانتش بتخش يقولوا دائرة المنتزه، هي مش المنتزه، المنتزه دي أجمل مكان في مصر ويمكن أجمل مكان في العالم. لا، اللي ادى أصواتهم دي عشوائيات محسن الكبيرة ومحسن الصغيرة وأبيس واوا، مناطق عشوائية ليس فيها أي أداة ضبط إلا الجماعات الإسلامية دي الملتحين، لأن هم في النهاية نظام من النظم. نظام، ترى أن هذا النظام إذا سلط عليه الضوء اقترب أكثر من الشارع أم زاد تشدد؟ ده متوقف على حكمتهم في التصرف. متوقعات حضرتك إيه؟ أرجو أن هم يكونوا حكماء، وأنا أرجو ذلك. قال أن هم في النهاية مصريين برضو، وأعتقد أن معظم التصريحات اللي خارجة دلوقتي هي تصريحات تطمينية للمواطن المصري. لا، بس ما تكونش تطمينية، تكون حاجة حقيقية، رؤية حقيقية. تقلق على، يعني قبل ما ارجع للروايه مره اخرى، ولكن تقلق على الحريات، على ليس فقط الحريات الشخصيه ولكن حريه الابداع، حريه الادب، حريه التفكير، حريه العقيده. امبارح الازهر يعني كان عمل وثيقه اعتقد انها عظيمه بتتحدث عن الحريات. شكلك عندك اعتراض. لا، انا عندي اعتراض على الدور السياسي اللي بيلعبه الازهر. الازهر مؤسسه تربويه ذات طابع ديني، وعليها أنها تقوم بالدور ده. تشعر أن الأزهر ينحى إلى دور سياسي؟ شايف أنه الأزهر بيجتذب إعلاميا، وده هيؤدي به إلى مأزق كبير، لأنه إحنا علشان ننجح الثورة لازم كل واحد يقوم بشغله. الأزهر عنده جامعة بتعاني من انهيار شديد، وعنده تعليم أزهري ضخم جدا بيحتاج لإصلاح كبير، وأظن هو ده الدور اللي المفروض الأزهر يقوم به، مش أن يعمل وثائق للإصلاح. ألا تعتقد أن الأزهر كان يجب أن يخرج هذه الوثائق في وجه تيارات متشددة
فجأة بيظهر لك صورة صفحة بتتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوات متشددة كثيرة. فهنا أهمية رائد الإسلام الوسطي أن يظهر ويقول كلمته في هذا الوقت. الإسلام بطبيعته وسطي، وبطبيعته بيحب الحياة، واحنا عندنا في صحيح الأحاديث أن النبي كان يحب النساء وكان إلى آخره. اللعب السياسي بالدين خطير أيا مكان مدخله. ليه؟ لأنه بيردنا لنفس القاعدة اللي بنقوم عليها. هو الأزهر يتحدث باعتباره متحدثا باسم الدين. طيب الدين ده في الجامع، في صلاة الجمعة وفي الصلاة الخمس وفي الحج والعمرة، مش في الواقع المصري العام. وإلا هو هيناقش السلفي، السلفيين تبيكي من الصورة اللي هي بتاعت انتخابات مجلس الشعب، السلفية دول مشايخ محدثين وعارفين هم بيقولوا ايه، الكبار منهم زي الدكتور زي الشيخ محمد اسماعيل المقدم وغيره، هو من اسكندرية بالمناسبة، دول علماء. وهيسحبوا اذا ارادوا يعني الازهر الى مناطق مظلمة داخل النص الديني نفسه. النص الديني بطبيعته يقبل التأويل، وممكن نعطي أي موقف أردنا ونتكئ على أصول شرعية. فتخشى على الأزهر من الانخراط في يعني أفضل أن الأزهر يقوم بالدور الأصلي له ويبتعد عن الساحة الإعلامية. شايف أن وثيقة الحريات دي يعني كتير من الأدباء ومن المثقفين وقفوا بجوارها، واخدين بالهم بس. شوفي، عشان نرسي هذه المسألة على قاعدة دينية إسلامية، يبقى الإسلام بيقول بالعبودية لله، ما بيقولش بالحرية. لكن الحقيقة يعني في صحيح الإسلام أيضا، أيوة، عبودية لله وليس لغير الله، وبالتالي الحرية موجودة. الحرية موجودة سياسيا. في الدين في إلزام، فبلاش نخلط بين الأمرين. تشعر أن الأزهر بيتم يعني جذبه إلى الأزهر وغير الأزهر. لن تخرج هذه البلد أو هذا البلد من أزمته إلا إذا هندس المهندس وتفقه الفقيه وذاع المذيع وكتب الكاتب. إنما تدخل الأدوار يعني في ظل انها حالة ثورية، لا، ده شيء خطر جدا. ويمكن عشان كده انا عانيت معاناة شديدة في اخراج الرواية دي او كتابتها في الشهور الصعبة اللي عدت بينا كلنا. خلصتها امتى يا دكتور؟ من اسبوعين كده فقط. يعني كنت بتكتبها بعد الثورة يعني في هذا الوقت المضطرب. لما قامت الثورة انا كنت بكتب رواية تانية اسمها حاكم، عن طبيعة السلطة وإزاي أن كل سلطة فيها فيروس داخلي أو جرثومة داخلية بتفسدها، وكلما استطالت المدة كلما سنحت الفرصة أكتر لهذا التحول إلى الفساد. وكانت عن شخصية تاريخية فعلا، هي الحاكم بأمر الله، وشخصية روائية، ولد اسمه يونس، والإشارات المعاصرة فيها لشخصية القذافي. عشان كده زي ما قلت لهم من شوية في الندوة، انه مجرد ما طلع الولاد في بنغازي كتبت على الفيسبوك وتناقلوها ناس كتير انه ايام القذافي اصبحت معدودة، ولكن دماء كثيرة سوف تسيل في ليبيا، لان قياسا على طريقة تفكير القذافي مقارنة بالحاكم بامر الله، ده كان بيخلينا نشوف او بيخليني اشوف المسألة بشكل مختلف قليلا عن ما هو سائد. طيب خلينا نذهب الى الروايه، بس انا عايزه بس اقف عند نقطه، احسن احنا دلوقتي الكلام بقى بيتحسب علينا. ما ذكرته عن صحيح الاحاديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحب النساء، الرسول كان بيتزوج كمثال على حب ماشي، على حب الحياه مش طيب عشان بس نكون دقيقين. لا، وعندنا كم احاديث ضخم جدا، انه من حرم ما احل الله، وانه ساعه وساعه يا حنظله، في انه يعني هي الحكاية مش كآبة. مظبوط لحسن، بس احنا ايه الكلام بقى بتحسب علينا دكتور بشكل فظيع جدا. خليني انتقل الى مقدمة هذه الرواية. الحقيقة انا وقفت قدامها كلمات ابن النفيس التي اخترتها وقلت فيها: واما الاخبار التي بايدينا الان فانما نتبع فيها غالب الظن لا العلم المحقق.
ماذا تعني بذلك؟ أو ماذا كان يعني ابن نفيس بذلك؟ ولماذا اخترت هذه الكلمات؟ لماذا اخترت؟ لأنها من المهم أنها تطرح. ماذا كان يقصده ابن النفيس؟ هو كان بيتحدث على الحديث النبوي، هو دي من مخطوطة له عن أصول علم الحديث النبوي، فقال فيها كلام. هو كان فقيه طبعا وكان راجل عظيم، بس قال أنه مهما بلغت درجة الصحة في الحديث هيظل الطبع الإنساني داخل فيه عشان تنقل الرواه، فمهما بلغ من الصحة فإنما نتبع فيه غالب الظن لا العلم المحقق. الحديث النبوي مش زي القرآن طبعا، ده اللي كان يقصده ابن النفيس. أنا أخرجت العبارة من سياقها ده لأستعملها في سياق تاني يتعلق بالأخبار، بالميديا، بالنشرات، بالتدفق المعلوماتي الهائل اللي بيتم في مصر وفي الدول العربية وفي كل العالم. أنه في لحظة واحدة بتجدي مئات الأخبار اللي أحيانا بتكون متناقضة، وإحنا عندنا حتى في القنوات المصرية ممكن تلاقي حد بيقول حاجة وحد بيقول حاجة تانية عكسها تماما في نفس اللحظة. إذن هذا يعني الذي يصلنا نتبع فيه غالب الظن لا العلم المحقق. إمتى نصل إلى العلم المحقق؟ عندما نتبع القاعدة الأخرى اللي قالها لنا ابن خلدون، وهي ينبغي علينا إعمال العقل في الخبر. يعني أنا لما الأستاذة لميس تقول لي حاجة، طيب أنا مش هبادر بإني أكذبها، بس كمان لازم أشوف هل ده ينضبط مع بقية ما أعرفه، هل ده يتواءم مع أخبار أخرى متناثرة. إعمال العقل في الخبر هو اللي ينقذ العقل المعاصر من التدفق الإعلامي. هل توقفنا عن إعمال العقل عموما وليس فقط في الأخبار، عن إعمال العقل في حياتنا كتير؟ لغينا إعمال العقل؟ لا، من لغيناهوش، بس توقفنا عنه كتير، وعشان كده تدهورنا. صدقنا فكرة المخلص وهو لا يخلص. صدقنا فكرة أن مصر مستهدفة وهي كل الدول مستهدفة. صدقنا أن مصر محروسة وهي مش محروسة ولا حاجة، هو لو حرسناها هتتحرس، لو ما حرسناهاش مش هتتحرس. صدقنا كلام كتير وما خدناش بيه. صدقنا ربنا سهل. أيوة، يعني ربنا إيه؟ هيسهل لما نشتغل او لما يعني نسهلها. احنا كمان وهو ربنا قال كده ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير. طيب يعني احنا خلفنا كلام ربنا، احنا قلبنا الايه. مثلا واحد يقول لك في مظاهره مش عارف فين علشان فلان تجرى على الذات الالهيه، طب انت مالك؟ ربنا نفسه قال في القران الكريم ان الله يدافع عن الذين امنوا، ما قالش ان الذين امنوا يدافعوا عن الله. تجربة عزازيل وأثارت ضجة واسعة جدا وغضب وخدوك في المحاكم وفزت عنها بجائزة بوكر، العالم ينظر بشكل، وهنا يعني الكنيسة نظرت بشكل آخر. لا مش الكنيسة، أو يعني متشددين عشان أكون أكثر يعني متشددين. نفس الشيء زي ما في إسلاميين متشددين، في متشددين من كل طوائف. تجربة عزازيل جعلت قلم يوسف زيدان قلق متوتر، وانت بتكتب لحسن مرة أخرى تدخل في منطقة تقلق آخرين، وبعدين مش ممكن بقى ندخل بقى في حسبة ونتخذ. لا دخلت، أنا حكمت على فكرة السنة اللي فاتت، يعني وقفت قدام المحكمة بتهمة غريبة جدا، وهي الاعتداء على التراث الإسلامي. في عزازيل؟ لا، عم في شغلي. ازاي بقى اعتديت فين بقى يا دكتور؟ لا قولي كلمة كده انا بقول فيها في كتاب عن طبيب عظيم ابو بكر محمد بن زكريا الرازي، ده متوفى 313 هجرية، يعني من 1100 سنة، وبعدين استدعيت للنيابة عشان في شكاوى مش عارف ايه. فقلت له انا راجع من المانيا امبارح عشان بيكرموني علشان تحقيق الكتاب الشامل اللي هو 30 جزء لابن النفيس، فازاي تاني يوم انت؟ قال لي ما عرفش لازم نكمل شغلنا. قلت له طب اكلم محامي، فكلم الدكتور محمد سليم العوا
استاذنا طبعا صديقي وكده، فقلت له دكتور انا في النيابه علشان كذا كذا، قال لي اساله ايه التكييف القانوني، انا مش فاهم الكلمه قوي. قلت له هو ايه التكييف القانوني؟ قال لي امن دوله عليا. فقلت له بيقول امن دوله عليا؟ قال لي قول له يودينا محكمه واحنا نتصرف. قلت له ودينا محكمه واحنا نتصرف. قال لي انت بتكلم مين يا دكتور؟ قلت له بكلم فلان. يعني قال لي ده استاذنا وبتاع. قال لي طب بس اقفل. وانا قال لي بص يا دكتور في حاجه متحوله لنا، في ورق لازم يخلص. فدلوقتي انت، قلت له بس امن دوله ده الغازي ده عمره ما جه مصر، دي دوله الغي بقى في اقليم فارس ولا ايه بالظبط؟ وبعدين الناس دي هي زعلانه ليه على الغازي؟ ما انا قلت كلام انه بيقول قلب القدماء الخمسه. يقول لي طب يعني ايه قدماء خمسه؟ قلت له انا مش هديك درس في الفلسفه دلوقتي، هو له رساله في القدماء الخمسه بس دي ناس بتستهبل. المهم نزلها محكمه، بس القاضي طبعا في الاخر قال ان مفيش جريمه اصلا عشان نعافيها. فمساله يعني فاتهمت ب من الاسلام من من جانب الاسلام اللي بيزعموا ان هم اسلام، وهجمت من جانب المسيحيين في نفس الوقت، في نفس الوقت كان الوقت. وفي نفس الوقت كان بعض برضه طلاب الصخب بتشجيع حكومي بيعملوا القضايا الكتير عشان عزازيل وبيفتعلوا ضجه. أنا كنت حزين ليها مش علشان الهجوم، عشان بيشوشوا على القارئ. أنا بكتب نص عشان استقراه مش عشان نقعد نتخانق حواليه. ومع هذا استطاعت الرواية أنها تنفد من بين أيديهم وتحظى بقبول الفاتيكان. أنا في أول مرة رحت إيطاليا بعد ما ترجمت عزازيل الإيطالية تم الاحتفاء بيها احتفاء كبير جدا في والرواية بعد شهر بقت بست سيلر في إيطاليا. طبعا عشان بس نذكر المشاهدين، عزازيل تتحدث عن راهب مصري. مصري ايوه، كان عايش في اواخر القرن الرابع والخامس، وكان في اسكندريه وفي دير في حلب، وكان عنده تساؤلات عن هو ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الدين الحقيقي؟ فين الانسان؟ عذابات هذا الراهب هي كانت موضوع الروايه. فبعض الناس اللي مش معتادين قراءه ادب ويعني متشددين شويه، وهم كانوا اصدقاء يعني ليا، استعجلوا وأصدقوا بيان عن الرواية قبل ما يقروها. وهم افتكروا ان دي مخطوطة، فقالوا انت لأنك تعمل في المخطوطات. قالوا انت بتنشر مخطوطات ضدنا، طب احنا ننشر مخطوطات ضدك. فانا سكت. وبعدين راح الأستاذ اللي انت مرة جدلتي معاه هنا في البرنامج راح عامل عليا 11 قضية. الأستاذ جبرائيل، نجيب جبرائيل. فأنا في الحقيقة ما 11 أبلغ للنائب العام. فلقيت الشباب على الفيسبوك في تقريبا في 24 ساعة عملوا صفحة كده متضامنون مع يوسف ده، وخلال يوم أو يومين بقى فيها 1500 شخص. فرحت كاتب لهم وأعلنت يعني أنه مش هرجع عن اللي أنا بقوله، والبكش ده اللي بيحصل مش هيؤدي إلى، هو بيأخر بس وصول الفكرة. بس الفكرة طالما كتبت لازم تصل، زي ما عزازيل بيقول للراهب هيبة في الرواية: اكتب يا هيبة فمن يكتب لا يموت. اكتب فمن يكتب لا يموت. لو كنت أخذت بهذه الضجة ما كنتش كتبت النبطي، لأن النبطي بتأرخ لي أو بتتعرض لمسألة أكثر خطورة. هي الفتح العربي الإسلامي لمصر التي كانت مفتوحة قبل مجيء عمرو بن العاص. ده اللي بنطرحه في الرواية. العرب كانوا موجودين وكانوا متركزين في الصعيد، ودخول عمرو بن العاص لمصر كان واحد راح يستلم شقة على المفتاح، بس هي كانت متوضبة يعني. اكتب فمن يكتب لا يموت. هنقف هنا نخرج فاصل. ومن يكتب بالتأكيد لا يموت، اتفقت مع كلامه أو اختلفت معاه، ولكن تبقى كلماته محروف محفورة أو محفورة في التاريخ. ممكن بعد كده تبقى مخطوطة، ممكن تبقى كتاب، ممكن تبقى أي حاجة تانية. فاصل ونواصل هذا الحوار مع الدكتور يوسف زيدان.